السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ سلام، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في الف صحه وخير. النهارده يا شباب هنتكلم عن موضوع الماسلز او موضوع العضلات في الفسيولوجي. لو دي اول مره تشوفنا شباب على قناه اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده، ولو حاسس او لو شايف ان الفيديو ده هيفيد اي حد من زمايلك اللي لسه يعتبر ما ذاكروش اي حاجه في الفسيولوجي، فاتمنى من حضرتك انك تعمل شير باسرع ما يمكن للناس دي. هنبدا الفيديو شباب مع بعض، بس قبل ما نبدا الفيديو هعمل لك كوبايه حاجه كده سخنه تشربها في رمضان. في رمضان الحضرة بتاعت النهارده يا شباب هتكون عن موضوع جميل جدا، اللي هو موضوع المصل او موضوع العضله او العضلات. انت لازم تعرف ان احنا عندنا انواع معينه من العضلات في جسمنا، يعني جسمنا ده مش بيتكون من نوع واحد من العضلات، لا، بيتكون من اول نوع يا شباب اللي هو بنسميه الاسترايتد. استرايتد يعني مخطط. يعني ايه يا شباب مخطط؟ يعني شكل العضله بتحس ان هي فيها خطوط كده. انما النوع الثاني اللي هو السموث. السموث يا شباب يعني الناعم، يعني اللي ما فيش فيه خطوط. فاهم حاجه؟ يبقى انا عندي نوعين اساسيين من العضلات. النوع الاولاني اللي احنا بنقول عليه اسمه ايه؟ استرايتد ماسلز، يعني العضلات المخططه. والنوع الثاني اللي هو العضلات اللي هي الاثموس او الناعمه يعني. طيب العضلات المخططه دي يا عم محمد زي مين؟ زي العضلات اللي هي اللي في جسمي؟ قال لك زي حاجتين في جسمك، السكيليتال ماسل اللي هي العضلات الهيكليه. العضلات الهيكليه دي اللي بتكسي الجسم من بره يا شباب، زي عضله الباي والتراي والماجنس ومش عارف والسكس باكس وكل الكلام ده. تمام يا شباب؟ يبقى دي اسمها العضلات الهيكليه، العضلات الهيكليه اللي هي السكيليتال. والنوع الثاني من الاسترييتد اللي هي بنسميها الكاردياك، لو انت ما انتش شايفها كويس عشان الاضاءه ساطعه هنا شويه، فاهي كاردياك. كاردياك يعني ايه كاردياك يا شباب؟ يعني العضلات القلبيه، العضلات اللي بتعمل عضله القلب، يعني العضلات المكونه لعضله القلب او اللي بتعمل القلب. بينما امثله على العضلات اللي هي الاثموس دي فعندنا الجي اي تي، او العضلات اللي هي بتخش في تكوين الجي اي تي، يعني اللي هي القناه الهضميه او المجرى بتاع القناه الهضميه. النهارده درسنا بتاع النهارده شباب تحديدا بيتكلم عن هذا النوع اللي هو اللي اسمه السكيليتال، السكيليتال ماسل او العضلات الهيكليه. طبعا بقى في الكتاب هو عمال يقول لك العضلات الهيكليه دي 450 500، المهم يعني لحد 600 انت في الافريج ده. انت صح، يعني في كتب هتقول لك 600 ومش عارف وكام، وفي كتب تقول لك 450. طبعا هو بيقول لك عندك في الكتاب ان هم اكتر من 450. تمام ماشي، مش مشكله. اللي يهمني دلوقتي يا شباب هو البنيه او التركيب بتاع العضلات. لو انا افترضت فرضا، او لو انا جيت معاك كده وقلت لك معلش هي العضلات دي بتمسك فين؟ العضلات الهيكليه بتمسك في العظم، صح؟ يعني انا بقول لك اهو العضلات اللي بتكسي جسمك بنسميها السكيليتال ماسل او العضلات الهيكليه. فبالتالي انا هجيب لك هنا عضمايه، يعني هنفترض كده يا شباب ان ده عضمايه، مش هنفترض ولا حاجه، هي دي فعلا عضمايه، ده عضمايه معاك اهي جميل. طيب العضمايه دي المفروض ان في عضله طالعه منها او ماسكه فيها، يعني ماسكه فيها بالشكل ده زي ما حضرتك شايف، وجيت قطعتها كده، يعني ده العضله اهي يا شباب طالعه اهي، فانا قمت قاطعها كده علشان اشوف اللي جوه المصل او جوه العضله دي ايه. والله يا شباب لقينا ان العضله دي او المصل دي بتتكون من مجموعه من الفاسيكل. فاسيكل يعني يا شباب؟ فاسيكل يعني حزم، خد بالك. فاسيكل يعني العضله دي، لانها بتتكون من شويه حزم اهي، اللي هي اللي انا عملت لك بالاحمر دي. فانا اخدت حزمه من الحزم دي وشدتها علشان اشوف بقى الحزمه دي هي حزمه من ايه بالظبط. انت بتقول لي هي فاسيكل او حزم، فهي حزمه من ايه بقى يا عم محمد؟ لقينا والله يا شباب يعني عشان نكون دقيقين شويه، ان هي عباره عن مجموعه. يعني لما انا شديت حزمه من الحزم دي وكبرتها كده، سحبتها لبره اهو، عملت لها ستريتش لبره كده، لقيت ان هي بتتكون من مجموعه من الماسل فايبر، يعني من الايه، من الالياف العضليه. قال لك بس كده؟ قال لك لا، انا هاخد ماسل فايبر من دول كده واسحبها لبره. شديت ماسل فايبر من اهو، يعني دول كده ماسل فايبر، شديت واحده منها كده يا شباب وجيت ابص على الماسل فايبر. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. ده يلا تعالى نبص على الماسل فايبر دي ونشوفها بتتكون من ايه. فلما سحبتها لبره لقيت ان الماسل فايبر اللي هي دي كده، الحته دي كده، لقيتها بتتكون من مجموعه من المايو فيبرل. المايو فيبرل او المايو فايبرل اللي هي اللييفات العضليه. يبقى خد بالك، خد بالك معايا كويس جدا. يا دكتور يا دكتور. يبقى خد بالك معايا كويس هنا، انا سحبت ليفه عضليه علشان اشوف اللي جواها ايه، لقيت ان بتتكون الليفه العضليه بتتكون من حاجه اسمها المايو فيبرول او المايو فايبرول. خلاص شباب، مايو دي مقطع مايو ده يعني عضلي، حاجه بتخص العضلات بايه، بشير اليه بهذا المقطع مايو. وفايبرل او فيبرل يعني لييفه، يعني حاجه اصغر من الليفه. فاهم حاجه؟ يبقى اذا الماسل فايبر او الليفه العضليه اللي كنت انا شديتها دي لقيت فيها ايه، مجموعه من المايو فيبرل. طيب فانا سحبت واحده من المايو فيبرل دي يا شباب زي ما انت شايف كده، سحبت الليفه وجيت بصيت عليها لقيت ان هي فيها مجموعه من الخطوط. الخطوط دي احنا بنسميها يا شباب، بنقول عليها الخطوط دي بنسميها فيلامنت. فيلامنتس يعني ايه كلمه فيلامنتس؟ يعني خيوط بقى، خيوط، مجموعه من الخيوط كده جوه كل مايو فيبرل، مجموعه من الخيوط. فهي علشان خيوط تخص العضلات او يعني في العضله، فهسميها ها مايو فيلمنت، هسميها مايو فيلمنت. شط الوقت الثاني يا شباب بالراحه. المصل العضله بتتكون من مجموعه من الفاسيكل، بتتكون من مجموعه يا شباب من الفاسيكل. المجموعه الفاسيكل دي كل فاسيكل، كل فاسيكل يا شباب لو انا سحبت فاسيكل كده عشان اشوف بتتكون من ايه، لقيت ان هي بتتكون من المسل فايبرز، يعني من الالياف العضليه. طب كل ليفه عضليه بتتكون من حاجه اسمها المايو فيبرل. تمام،
المايوفيبرال دي لما جيت سحبت واحده منهم كده اللي هي هنا دي لقيت ان هي فيها شويه خطوط كده، فعشان اقول ان دي خطوط عضليه فسميتها مايوفيلمنت. مايوفيلمنت طيب والله الامانه يا شباب احنا لقينا ان المايوفيلمنت دي عباره عن نوعين من الخطوط، وانت كنت اخذتهم في ثالثه ثانوي لو انت مركز وفاكر او لو قدرت تسترجع الذاكره بتاعتك. استرجع معايا كده، استرجعت؟ ايوه. ايه هم الخطوط دي يا شباب او الخيوط دي؟ كان خيوط الاكتين اللي هي كانت بالشكل او اللي انا عاملها لك بالشكل الازرق ده، وبتحس ان هي قصاد بعضها كده بشكل متوازي تماما، فكنا بنسميها خيوط الاكتين اللي هي بالازرق دي. وخيوط تانية او نوع من الخيوط التانية بنسميها المايوسين اللي هي الايه التخينه اللي بالاحمر دي. يبقى المايوفيلمنت عشان بس تبقى انت عارف او الخيوط اللي العضليه دي عباره عن نوعين، او اللي هي الخيوط العضليه دي يا شباب عباره عن نوعين، الاكتين الاكتين اللي هو ده والمايوسين اللي هو ايه الاحمر ده. ماشي يا شباب الخير. طيب كده بقى احنا عرفنا الاستراكشر او التركيب بتاع العضلات، يعني الشكل او الشيب او الاستراكشر بتاع العضلات، ووصلنا كمان للمرحله اللي هي يعتبر اصغر جزء في العضله. بصوا بقى يا شباب كل عشان تبقى فاهم بس، الخطوط اللي هي اللي اسمها الاكتين دي اللي هي بالعرض دي بنلاقيها بتتصل ب لاين كده او خط راسي او عمودي من الجنبين، زي ما انت شايف ان خط عمودي اهو وخط عمودي اهو. الخطين دول بنسميهم الزد لاين، يعني الخط اللي اسمه زد، هو بيسموها كده، سموا الخط اللي بيجمع خطوط الاكتين مع بعض ده بالزد ايه، بالزد لاين. كويس. وبعدين يا عم محمد الوقت المفروض يا شباب المفروض الانقباض بتاع العضله، عشان لما نشرح الميكانيزم بتاع المسل كونتراكشن او الانقباض بتاع العضله، يعني المفروض اللي يحصل المفروض انك تلاقي، ركز معايا كده، انك تلاقي خطوط الاكتين دي، خطوط الاكتين اللي هي بالازرق دي يا شباب بتبدا تقرب من بعض، بتبدا تقرب من بعض، فهي كله بيقرب يعني من بعضه كده. طب ده نتيجه ايه بقى تحديدا؟ هنعرف ان شاء الله دلوقتي بالظبط ايه اللي بيحصل، ولكن عايزك تكون مركز معايا جدا جدا في لما نيجي نشرح ازاي الكونتراكشن او الانقباض بيحصل. طيب ناخد بس كده سريعا الفانكشن بتاعت العضلات او الوظيفه بتاعت العضلات. طبعا احنا عارفين الوظيفه الاساسيه للعضلات الهيكليه اللي هي بتعمل حاجه اسمها لوكو موشن. طبعا كلمه لوكو يعني جايه من لوكيشن، لوكو مقطع لوكو ده يعني جاي من لوكيشن اللي هو الموضع او المكان، وموشن يعني حركه. يبقى لوكو موشن يعني الحركه بتاعت حضرتك، الحركه الموضوعيه، انت عايز تطلع لقدام، عايز تروح شمال، عايز تروح يمين، اللي بيدعم الشغل ده مين او اللي بيدعم هذا الاوردر ان هو يحصل ايه؟ العضلات بتاعت حضرتك، يعني عضلاتك هي اللي بتخليك تتحرك، هي اللي بتحرك عظمك، فبالتالي بتحرك جسمك كله. طيب حاجة تانية مهمة يا عم محمد او وظيفة تانية مهمة جدا للمسل هو البريذنج. حضرتك طبعا هتستغرب جدا تقول لك التنفس، هو العضلات مالها ومال التنفس؟ هقول لك يا عزيزي، مش حضرتك الشيست وول الجدار بتاع الصدر ده مش ماكسي بالعضلات؟ ماكسي صح كده؟ فالريلاكس اللي بيحصل في العضلات والكونتراكشن اللي بيحصل في العضلات ده هو اللي بيساعد على عمليه التنفس. كمان المسافات اللي بتبقى ما بين الضلوع وبين بعضها البعض، ما هي دي ماكسيه للعضلات. فكل الكلام ده يا شباب اكيد معمول علشان يكون من احد وظايفه ان هو بيساعد في البريذنج اللي هو عمليه التنفس. كمان وظيفه خطيره جدا يا عزيزي المشاهد من وظائف المسل اللي هي بتعمل الهيت برودكشن، انتاج الحراره، انتاج الحراره. طب بتنتج الحراره ازاي هذه العضلات؟ عضلات ايه يا باشا اللي بتنتج حراره؟ انت جاي تهرج؟ انت جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. احب اقول لك يا عزيزي حضرتك لما بتترعش نتيجه مثلا ان انت حرارتك قلت او انخفضت، فانت بدات تحس بالبرد، فبتلاقي جسمك تلقائيا كده بدا يترعش. رعشه جسمك او رعشه العضلات تحديدا، يعني رعشه العضلات دي يا شباب هدفها ايه او غرضها ايه؟ ان هي بتخلي الرعشه دي يا شباب بتخلي العضلات تبدا يحصل فيها ايه، زي ميكانيزم كده او اليه بتخلي العضله تولد حراره، يعني العضله بتبدا تسخن. عارف انت بالظبط كانك لما بتجري، انت لما بتجري، لما بتمشي، لما بتعمل اي نشاط انت حضرتك بتسخن. طب ده نتيجه ايه؟ ببساطه خالص انك حركت العضلات، ففي جزء كده من الحراره بيتولد من حركه العضلات دي. فهي نفس الفكره بالظبط، انت لما بتبدا تترعش انت بتعمل حركه معينه في العضلات تخليها تعمل ايه، هيت برودكشن، تخليها تنتج حراره. تعال نشوف الحاجه الثانيه والمهمه برضو اللي هو الفينوس والليمفاتيك ريتيرن. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ بيقول لك ان حضرتك دلوقتي لو انت مركز معايا، الجهاز الدوري اللي هو بيتكون من القلب والشرايين والاورده، يعني شريان بيطلع من القلب يضخ الدم لكل الجسم، ووريد بيجيب الدم من الجسم للقلب تاني، صح كده؟ احنا عارفين كل الكلام ده. طيب فالمفروض ان القلب ده عباره عن مضخه هتضخ الدم من القلب ذات نفسه للشرايين، فالشرايين هتغذي الجسم. فالدم بقى يا شباب يجي يرجع تاني، الدم يجي يرجع تاني في الاورده للقلب. مين اللي هيرجعه؟ قال لك بيساعد بشكل رئيسي جدا الانقباض بتاع العضلات. انقباض العضلات اللي جنب اللي بتبقى جنب الاورده دي بتساعد ان هي تزق مين؟ تزق الدم تاني ان هو يرجع للقلب. كمان يا شباب الليمفاتيك سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي اللي هو بينقي الدم والكلام ده، برضه بيخلي الليمف او اللي هو البقايا بتاعه الدم تحديدا والانسجه والكلام دون يبدا يرجع تاني للقلب. فالعضلات دي يا شباب بتساعد في رجوع سواء اللي هو الفينوس بلاد اللي هو الدم اللي بيبقى في الاورده، او الليمف كمان ان هو يرجع تاني للقلب عشان القلب يبدا يتعامل معاه بالميكانيزم المناسبه.
حاجه الاخيره طبعا يا شباب ان العضلات بتعمل كيب البادي بوستشر. يعني ايه كيب البادي بوستشر يا شباب؟ بتحافظ على وضعيه الجسم. بوستشر يعني وضعيه. الوضعيه اللي حضرتك عايزها العضلات بتاعتك بتقدر ان هي تحافظ على هذه الوضعيه حسب ما انت عاوز. انت لما بتتني لقدام كده او بتنحني لقدام عضلاتك هي اللي بتساعد جسمك ان هي تثبت في هذا الوضع. لما بتميل كده هي اللي بتساعد ان هي تمسك حضرتك في الوضع ده لورا. نفس القصه لما بتيجي تلعب الاكسرسايزز المختلفه هي اللي بتساعد ان الوضعيه بتاعت جسمك تفضل في هذا التمرين او في هذا النشاط اللي انت ايه بتعمله. طيب يبقى انا كده يا شباب اخدت معاك الاستراكشر بتاع العضله واخدت معاك الوظيفه. نرجع تاني كده على السريع. قلنا المصل بتتكون من مجموعه من الفاسيكل. المجموعه من الفاسيكل دي كل فاسيكلايه بتتكون من مجموعه من المصل فايبرز. بعد كده كل مصل فايبر بتتكون من مجموعه من المايو فيبرل. كل مايو فيبرل بتتكون من مجموعه من المايو فيلمنت. قلت لك ان المايو فيلمنت دي عباره عن نوعين من الخيوط، اللي هو الاكتين اللي هو انا شايف اللي هو بالازرق ده، والمايوسين اللي هو بالاحمر. والاحمر يا شباب او المايوسين دي بتحس ان هي شنشره كده من عند الحواف، وهنعرف دلوقتي فكره الشنشره دي ايه. الفانكشن زي ما احنا قلنا في العضلات ان هي بتساعد في الحركه بتاعتك وبتساعد في عمليه التنفس وانتاج الحراره وكمان الفينوس والليمفاتيك ريتر، وبتعمل لك او بتحافظ لك على وضعيه الجسم بتاعت حضرتك. طيب نخش بقى يا شباب في الكلام المهم اللي هو الكلام اللي انا عايزك تفهمه اكتر ما انت تحفظه، اللي هو ايه يا عزيزي بقى؟ بيقول لك الميكانيزم اوف المسل كونتراكشن، يعني الاليه او الطريقه اللي بيحصل بيها المسل كونتراكشن يعني الانقباض العضلي. حضرتك انت فاكر معايا الفيديوهات اللي فاتت قلت لك ان الكهرباء او الاكشن بوتنشال تحديدا، احنا اتفقنا ان الاكشن بوتنشال دلوقتي ليه مفهوم كده بالترجمه العاميه بتاعتنا اللي هي الكهرباء. قلت لك ان الكهرباء لما بتوصل في الطرف او النهايه بتاعه العصب اللي هو ده كده يا شباب بتبدا تتنقل للعضله، يعني بتخلي ان العضله يبدا تنشط او بتحدث كهرباء في العضله، صح كده؟ طب خلاص يا عم محمد، اول خطوه من الخطوات بتاعه المسل كونتراكشن ان العضله دخل لها كهرباء اهو. المسل كونتراكشن انيشيتد بوينت اكشن بوتنشال، يعني هذا الانقباض العضلي بيحفز. انيشيتد يا شباب يعني ايه؟ بيحفز او بيبدا بمين؟ بوصول الاكشن بوتنشال للمسل فايبر. بمجرد ما الكهرباء وصلت للمسل فايبر خلاص تبدا المسل فايبر دلوقتي او الاليف العضليه دي تبدا تقول لك والله انا في سكه ان انا اعمل ايه؟ اعمل انقباض عضلي. تحديدا هيحصل هذا الانقباض ازاي يا عزيزي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، لو انت جيت للرسمه دي كده ركز معايا كويس قوي. ليه يا شباب؟ احنا لما بنيجي نبص كده على الرسمه دي او الخيوط بتاعه اللي هي المايو فيلمنت دي ما بنلاقيهاش كده سايحه كده بس وخلاص، لا ده احنا بنلاقي كمان يا شباب ان بيبقى فيه نوع كده من الشبكات، يعني بيبقى فيه كده شبكات فوق الكلام ده، في شبكات كده عليها شبكه كده معينه اهي شبكه. تخيل بس كده ان دي ايه شبكه. الشبكه دي يا شباب بتبقى حوالين هذه الخيوط. طب ايه لازمه الشبكه دي يا عم محمد؟ قال لك ان الشبكه دي انا خد بالك بشرح لك ببساطه شديده عشان افهمك، بمجرد ما الاكشن بوتنشال يوصل جوه العضله فبتلاقي الخيوط دي جوه العضله صح، او جوه تحديدا الايه المايوفيبرين صح كده. فالكهرباء خلاص شباب بدات توصل للمنطقه دي جوه العضله، فاول حد يحس بالكهرباء دي مين؟ قال لك الشبكه دي. بمجرد ما الشبكه دي يا شباب تبدا تحس بوصول الكهرباء او تبدا تحس بوصول الاكشن بوتنشال ليها تبدا تطلع عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الكالسيوم. يبدا على طول الكالسيوم يبدا يطلع اهو. الكالسيوم يا شباب يبدا ايه؟ يبدا يطلع بالشكل اللي انت شايفه ده، يبدا يطلع كالسيوم بشكل او بصوره كبيره. طب الشبكه دي يا عم محمد بنسميها ايه؟ الشبكه دي يا شباب قال لك بنسميها الساركوبلازميك ريتيكولم. الساركوبلازميك ريتيكولم هي الشبكه اللي بتحيط بالايه الخيوط العضليه زي ما انا قلت لك هنا. فقال لك اول ما الكهرباء بتوصل بيبدا يحصل ايه؟ كالسيوم ريليز، يعني اطلاق او خروج او تحرر الكالسيوم. منين يا باشا؟ من الساركوبلازميك ريتيكولم، من الشبكه اللي بتحيط بالخيوط العضليه دي. بس كده قال لك لا اصبر بقى، قال لك بعد كده الخطوه الثالثه ان بيبدا يحصل سلايدنج. يعني سلايدنج انزلاق او تزحلق. ها مين بقى؟ التزحلق بتاع مين؟ الاكتين. خيوط الاكتين دي هتبدا تتزحلق فوق خيوط الايه؟ المايوسين. خيوط الاكتين ده يا شباب دي اهي اللي انت شايفها ده اللي هي بالازرق دي كده، هتبدا تتزحلق على خيوط المايوسين. يعني ايه تتزحلق؟ يعني هتبدا تمشي باتجاه بعض كده يا شباب اهو. هتبس الالوان الزرقاء كده اهي يا عزيزي، بص كده هيبداوا يقربوا من بعض. الخطوط دي اللي هي الزرقاء دي هيبداوا يتزحلقوا ويقربوا من بعض. طب ده ليه؟ قال لك بص يا سيدي، ببساطه خالص يا شباب، ببساطه خالص علشان تفهم القصه دي او تفهم رقم 3. يعني الوقت يا شباب انت كده فاهم معايا رقم 1 ورقم 2 اللي حصل ايه؟ الكهرباء وصلت، العضله بدات تحس ان الكهرباء فيها، على طول حست الشبكه اللي بتحيط بالخيوط العضليه دي بدات تطلع كالسيوم. كلام مش صعب. الخطوه الثالثه دي يا عم محمد ما فهمناش جت منين؟ انت يعني جت كده؟ ما انا عايز افهم، انا واحد عايز افهم منك يعني جت ازاي. لو جينا يا شباب كبرنا جزء مثلا ده كده، جينا كبرناه فهنلاقي ان فينا خيوط الاكتين اهي. مثلا ده خيط اكتين اهو اللي هي الحته دي كده، وتحته بالظبط يا شباب الحته اللي هي المشنشره بتاعت ايه؟ بتاعت المايوسين اهي. ايه اللي بيحصل بقى يا عزيزي؟ قال لك بص يا سيدي كده، الشنشره او الحته المشنشره دي اللي هي طالع منها حاجات كده فاهم؟ الحتت دي يا شباب، الحتت المشنشره دي المفروض ان هي بتبدا تستطيل وتمسك في الاكتين. خد بالك تمسك في الاكتين اهو. تمسك فين؟ في مين؟ في الاكتين. مش ده الاكتين وده المايوسين صح كده؟
فالحتت دي يا شباب بتبدا تعمل حاجه زي كوبري كده او وصله بتمسك ايه بتمد تتمط كده وتمسك في الاكتين وتروح تنحني تنثني يعني تتني يا شباب ناحيه جوه تبدا تتني ناحيه جوه. فاهمين يا شباب الكلام ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تخيل معايا كده ان ده خيط الاكتين اهو اللي فوق ده فيقوم يطلع له حته من الميوسين تمسك فيه وتقوم تتني ناحيه جوه فهتزقه ناحيه ايه؟ ها ناحيه جوه. وكذلك اللي قصاده يعني كذلك خط الاكتين اللي قصاده اهو يبدا يقربوا من بعض. طب الاثنين اللي تحت يبدا يقربوا من بعض. طب ودول يقربوا وهكذا. فهمتوا الفكره ازاي؟ يبقى اللي بيحصل يا شباب بيحصل حاجه كده زي استطاله من الميوسين ده ويبدا يمسك فين؟ في خيوط الاكتين من مواقع معينه يعني يمسك الاكتين من اماكن معينه. ايه بقى يا عم محمد لازمه الكالسيوم هنا؟ الكالسيوم ده يا شباب الكالسيوم اللي خرج ده هو اللي بيعرف الميوسين الاماكن اللي هيمسك فيها وهو اللي بيكشفها له لان هي بتبقى متغطيه فوق الراحه. فانت لو عايز تعمل انقباض لازم الكالسيوم ده يخرج يقول للايه يقول للميوسين يا باشا مصر انا جيت لك اهو. يوم الكالسيوم اول ما يخش كده او اول ما يتحرر من الشبكه دي يروح هنا كده يا شباب للمواقع اللي هيمسك فيها الميوسين الاكتين ويبدا ايه يكشفها له يوضحها له كده يقول له انت هتيجي تمسك من هنا يا عم الميوسين وتبدا تنحني او تنثني ناحيه ايه ناحيه جوه. فالخيط بتاع الاكتين ده يبدا يقرب من خيط الاكتين ده وايه ويبدا يحصل تقارب في الحجم او الجزء ده من العضله فبالتالي هيبدا كانك ايه بمعنى اخر ان كده حصل ايه انقباض في العضله. العضله اسرت يعني حصل فيها انقباض. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. ما هو بص يا شباب دي العضله بتاعه البايسبس اهي بتاعه الايه الباي. فلما هي كده بطولها الطبيعي فانت لما بتقفل كده انت مجرد ما قفلت كده شوف حصل فيها انقباض. يعني انقباض يعني طول العضله ان ايه قصر. وعلى فكره ده مش شرط يعني ممكن يحصل انقباض بدون قصر في العضله. فاهم حاجه؟ وهنعرف دلوقتي ان شاء الله الكلام ده بس انا بفهمك بس ايه حاجات كده بسيطه يعني. طيب يبقى شباب دلوقتي ايه اللي حصل؟ الميكانيزم اوف المسل كونتراكشن عملنا تحفيز بالكهرباء كالسيوم بدا يخرج بدا يحصل سلايدنج اوف اكتين اوفر ميوسين. الاكتين بدا يتزحلق في الميوسين اهو الاكتين بدا ايه يتزحلق في الميوسين وبعد كده ممكن ارجع تاني لوضع الريلاكسيشن. طيب هذا الكلام ريلاكسيشن يعني ايه وضع الراحه. يبقى شباب الخطوات تاني الخطوات تاني دي بتاعه المسل كونتراكشن في غايه الاهميه. خطوات الانقباض العضلي في غايه الاهميه ارجوك ما تنساهاش. هحاول يهمنا بقى شباب تعرف معايا يعني عنوان اخر في غايه الاهميه اللي هو المسل فتيج. يعني ايه مسل فتيج؟ يعني ارهاق العضله او اجهاد العضله. العضله يا شباب بقت مجهده اصبحت هذه العضله تعبانه ما عادتش قادره تعمل حاجه خلاص. تعبان يا كابتن؟ لا والله تعبان يعني ده اجهدت حضرتك عضلاتك بدات تجهد وبدا خلاص النشاط اللي انت بتعمله بدا يقل. يبقى انت كده فعلا حصل لك مصل فتيج. ده بنلاحظه يا شباب في الناس اللي بيلعبوا جيم او في اي حد على فكره مش شرط يعني بس بيبقى واضح قوي. انت عمال تشتغل العضله كتير فالعضله تعبت ما عدتش قادر ترفع البار او ما عدتش قادر ترفع الايه الدمبل اللي هو اللي احنا ايه اللي هو التقل اللي احنا بنشوفه في الجيم. فبالتالي يا شباب بيحصل حاجه هنا اسمها الماسل فاتيج يعني تعب العضله اجهاد العضله. قالك بيحصل بسبب ثلاث اسباب رئيسيه وثلاث اسباب ده يا شباب في غايه الاهميه. فغايه الاهميه انك تعرفهم ما تنساهمش. اول حاجه تعال نفهم العنوان اللي هو او رقم واحد يعني اللي هو جايب لك عندك في الكتاب بيقول لك بيحصل الماسل فاتيج ده يا شباب نتيجه الاكيوميوليشن يعني تراكم بتاع مين؟ بتاع اللاكتيك اسيد. في حاجه كده او ماده كده اسمها اللاكتيك اسيد ودي بتتولد امتى؟ انا عايزك تركز معايا بقى. الماده دي اللي اسمها اللاكتيك اسيد دي العضله اللي هي بتاعتنا العضلات بتاعت جسمنا طول ما في اكسجين يعني طول ما في اكسجين وصلها كويس وهي شغاله هتقعد تشتغل وهتجيب معاك حلو. لكن لما يبدا الاكسجين اللي يوصلها يكون قليل يعني يبدا يقل كميه الاكسجين اللي وصل للعضله فما عادتش عارفه تعمل النشاط او الحاجه اللي انت عايزها منها فتضطر ان هي تعمل حاجه اسمها تنفس لا هواء اللي هو ايه بنسميه انيروبيك اللي هو الانيروبيك تنفس لا هواء. فالتنفس اللاهوائي ده يا شباب التنفس اللاهوائي ده هو بتبدا العضله ان هي تكسر الجلوكوز عشان تحصل منه على الاي تي بي اللي هي الجزيئات اللي بتشيل الطاقه جزيئات الاي تي بي. وهي بتحصل من الجلوكوز او من تكسير الجلوكوز على الاي تي بي بيطلع حاجه اسمها اللاكتيك اسيد حمض اللاكتيك اللي هو ده. هذا اللاكتيك اسيد يا شباب بينفخ العضله بيبدا يتراكم جوه العضله فيبدا يعمل لها ايه فتيج يبدا يتعب. يبقى شباب اول سبب ان هو بيحصل اكيوميوليشن اوف لاكتيك اسيد وده بيحصل في حاله لو العضله عملت تنفس لا هوائي في حاله نقص الاكسجين. الاكسجين اللي كان وصل لها بدا يكون قليل فبدات تشتغل العضله بدات تشتغل بطريقه معينه بدون الحاجه الى اكسجين فبدا يحصل عندي يا شباب بدا يحصل عندي او يطلع عندي كده مركب اسمه اللاكتيك اسيد. المركب ده بيحدث او بيسبب ايه اجهاد العضله. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا حضرتك لما يبدا بقى الاي تي بي حتى اللي هي الاي تي بي ده كانت جابته في مرحله التنفس اللاهوائي. يعني ايه ركز معايا كده يعني دلوقتي العضله يا شباب عملت تنفس هوائي. يعني ايه تنفس هوائي؟ يعني عملت شغل معين ماشي
في وجود الاكسجين علشان تطلع اي تي بي. خلاص هي يا عم محمد فضلت تشتغل في وجود الاكسجين والدنيا جميله وخلصت الاي تي بي شطبت عليها. فرجعت ليه العضله دي ان هي تعمل تنفس لا هوائي عشان تطلع مجموعه بسيطه ولو قليله من الاي تي بي تسمح لها تعمل كمان شويه مجهود بسيط. فكمان يا عم محمد هي خلصت الاي تي بي خلصت عليهم. فهي كده تبدا تحصل ايه؟ ما عادش في اي تي بي. فبالتالي نفاذ الاي تي بي اللي هو ديبليشن يا شباب يعني نفاذ الاي تي بي خلاص ما عادش تقدر تعمل حاجه. ما هي محتاجه الاي تي بي ده يا شباب. وعلى فكره الاي تي بي اللي هي الجزيئات اللي بتشيل الطاقه دي هي ليها وظيفه تحديدا في الرسمه اللي احنا عملناها فوق دي. بس عشان ما نزودش وقت الفيديو لازم بس تبقى انت عارف ان هي اي تي بي فهي جزيئات فيها طاقه. فدي حاجه تفكرك يعني ان هي جزيئات الطاقه. فلما يبدا يحصل فيها نقص خلاص اكيد العضله ما عادش تشتغل. فانت تفتكر كده يبقى اول حاجه accumulation of lactic acid, تاني حاجه depletion of muscle ATP. ال ATP او جزيئات ال ATP اللي العضله عايزاها عشان تشتغل وتكمل شغلتها ما عادش موجود او خلصت. الحاجه اللي بعد كده يا شباب هتلاقي كاتب لك عندك في الكتاب النيرو ماسكولار ترانسميشن يعني نقص. النشد يعني نقص او ديكريز النيرو ماسكولار ترانسميشن. احنا فاكرين الفيديوهات اللي فاتت ان العصب اهو ده دول العصب ففي هنا عضله صح. العصب ده كان مسؤول عن ان هو ينقل مجموعه من المواد الكيميائيه الكيميكال سبستنس اللي هي كان زي مين الاستايل كولين اللي احنا خدناه الفيديوهات اللي فاتت. فلما الاستايل كولين ده يبدا يقل فبالتالي النيرو ماسكولار ترانسميشن او السيال العصبي اللي كان بيتنقل من العصب للعضله علشان يحثها او يبدا يقول لها تحس على دمك كده العضله واشتغلي خلاص هذا النيرو ماسكولار ترانسميشن بدا يقل. فلما هيبدا يقل العضله مش هتشتغل يعني معنى الكلام حصل لها مصل فتيك صح كده يا شباب. يبقى احنا عندنا ثلاث اسباب رئيسيه للمصل فتيك او لتعب العضله. اول حاجه الاكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد, ثاني حاجه الدبليشن اوف مصل اي تي بي, ثالث حاجه اللي هي بنشد ايه نيرو ماسكولار ترانسميشن. تعالى يا شباب كده ناخد اخر جزئيه عندنا النهارده في هذا الفيديو الجميل الا وهي ان احنا عايزين نعرف كم نوع كده من انقباضات العضله. يعني العضله بيبقى ليها انواع مختلفه من الانقباضات ولكن هو مركز عندك في الكتاب على نوعين مهمين جدا اللي هم الايزوتونيك يا شباب الايزوتونيك وي ايه ايزوتونيك اهي بالايزوتونيك والايزو ايه والايزومتريك. يعني ايه كلمه ايزومتريك وايزوتونيك دي اللي هنفهمه اول علشان نكون فاهمين. طبعا خد بالك دي انواع الكونتراكشن يعني دي كده انواع الايه الكونتراكشن. هنا كده هنكتب الايه الكونتراكشن اهي انواع الانقباض قد يكون ايزومتريك او ايزوتونيك. طبعا كلمه ايزو او مقطع ايزو اصلا معناه ثابت. مقطع ايزو ده ثابت ومتريك يعني ثابت الطول. كلمه متريك يعني طول فيبقى ثابت الطول. انقباض حصل في العضله ولكن طول العضله ثابت ما اتغيرش. بينما الايزوتونيك ايزو يعني ثابت وتونيك يعني ايه توتر. فبيقول لك ان حصل انقباض في العضله ولكن التوتر اللي في العضله ثابت. واحد من حضراتكم يسالني سؤال ذكي قوي يقول لي يا عم محمد معلش بس انا عندي تعقيب على كلمه ايزومتريك دي ايزومتريك كونتراكشن. هو هل في انقباض بيكون فيه طول العضله ثابت؟ اقول لك اه. حضرتك لما بتيجي تزق العربيه والعربيه تكون تقيله عربيه مثلا او تزقه في جدار يعني انت اتهبلت وزقيت في جدار مع ان في نوع من التدريبات اللي هو بنسميه المقاومه تحط ايدك كده على الجدار وتقعد تجري مع الاندفاع للامام يعني. فالانواع دي من التدريبات او الانواع دي من الانشطه اللي انت بتعملها اللي انت بشكل او باخر بتشيل فيها حاجه تقيله مش عارف ترفعها او بتزق فيها حاجه جامده او حاجه تقيله بيحصل انقباض في العضلات. العضلات بتبقى منقبضه بس مش بتتغير في الطول. يعني هو انت لما تزق عربيه لوري خلاص هل العضلات بتاعتك انقبضت بس طولها اتغير؟ ما اتغيرش. الطول لم يتغير ولكن العضله مشدوده. كلمه مشدوده دي يا شباب يعني التنشن التوتر في العضله ايه عالي صح. يبقى انا يا عم محمد الايزومتريك بيبقى التنشن او التوتر في العضله ها عالي مرتفع اهو انكريزد. اكتب ايه يا باشا بسرعه اكتب ورايا بقى عشان تكون فاهم كده. السهم ده يعني فوق يعني وكلمه انكريزد يعني بيرتفع. شيل السهم اهو عشان ما ايه يبقى التنشن في العضله بيكون عالي. طب يا عم محمد انت لسه قايل في الايزومتريك كانك بتشيل حاجه تقيله يعني طول العضله اتغير وانت مش حاجه تقيله ما اترفعتش معاك الطول بتاع العضله ما اتغيرش. الطول ايه الطول ثابت كونستنت. ما لاحظتش حاجه يا راجل يا محترم ما لاحظتش حاجه. خد بالك وجه المقارنه من حيث الطول في الايزومتريك قلت كونستنت. ليه كونستنت من إيه؟ شوف من الكلمه هي اسمها ايزومتريك يعني ثابت من حيث الطول. فلما اجي اقارن بين الاثنين من حيث الطول هحط كلمه كونستنت فين في الايزومتريك هحط كلمه ثابت في الايزومتريك. فهمت يا شباب الطول ما اتغيرش. افتكر على طول بالمثال اللي انا قلت لك عليه. جيت تزق عربيه لوري انت بتزق العضله منقبضه التنشن فيها عالي بس العضله ايه طولها ايه ثابت. طب الورك المجهود هل انت عملت مجهود؟ يعني هي العربيه اتزقت هل لما جيت تشيل حاجه تقيله وما اتشالتش معاك هل هي كده اتشالت ولا ما اتشالتش؟ ما اتشالتش. يبقى الورك يا شباب نو ورك از دون. مفيش ايه الورك مفيش شغل اتعمل مفيش حاجه اتبذلت. فهمت الفكره ازاي يا شباب؟ يبقى الايزومتريك طول العضله ثابت من اسم الكلمه والتنشن فيها عالي والمجهود ها
مفيش مجهود. افتكر كده كانك بالظبط اكتب كده جنبها بتزق، والله عشان ما تنساش بتزق. ايوه عربيه لوري او لوري لوري او بتشيل حاجه تقيله. طب الايزوتونيك يا سيدي الناس، تعالى بقى كده الايزوتونيك عكس دي كده بالظبط، بتشيل حاجه خفيفه وتشالت معاك، بتشيل حاجه خفيفه وتشالت معاك زي بالظبط كده ايه، جيت تشيل القلم ده، فالقلم لما شلته حصل ايه؟ طول العضله قصر صح كده، يبقى اللينس حصل فيه يا شباب ديكريز. شاطر اهو ديكريز، طول العضله او المصل لينس بتاعي طول العضله بتاعتي قل اهو. شلت القلم، رفعت القلم، رفعت كيس مثلا خيار في خيارتين، فلما شلت الكيس ده لقيت ان ايه، ها حصل انقباض في العضله، فبالتالي قدرت ان انا او العضله حصل فيها قصر، طول العضله حصل فيها قصر، يبقى المصل لينس في الايزوتونيك بيكون قليل. واقوم بقى مثبت، خد بالك اثبت وجه المقارنه اللي في الكلمه، هي الكلمه اسمها يا شباب اسمها ايزوتونيك يعني ثابت التوتر، فاقوم جاي في كلمه كونستانت واقول له ايه ثابت. يبقى التنشن في الايزوتونيك ثابت، اللينس في الايزومتريك كونستانت. عرفت منين؟ من الكلمه، من الكلمه يا عزيزي، من الكلمه، من الكلمه، يعني وجه المقارنه بثبته، خد بالك من حيث معنى الكلمه. طيب خد بالك، طب تعالى نفهم كده كلمه تنشن كونستانت يعني ايه. هل العضله يا شباب لما جت وانا برفع حاجه خفيفه هل التنشن فيها زاد؟ ولا تنشن ولا حاجه، ولا تنشنت ولا العضله زعلانه اصلا، ده هي عملت الشغلانه، خد بالك رفعت الالم وهي مبسوطه جدا خلاص. انا لسه مش شويه رفعت الالم، يعني الورك حصل ولا ما حصلش؟ الورك از دون، يعني الشغلانه اتعملت صح كده يا شباب، الشغلانه اللي العضله عماله تهد في نفسها وبتحاول تعمل انقباض عشان تنجزها اتعملت، يبقى الورك از دون. يبقى هنا يا شباب الايزوتونيك افتكر بتشيل حاجه خفيفه، فطول العضله يعني حصل انقباض في العضله تام او كامل، يعني طول العضله ايه قل معايا والتوتر فيها مفيش توتر خالص والدنيا جميله، والورك او الشغلانه اتعملت يا باشا. انما بالنسبه للايزومتريك الطول بتاعي يعني ثابت من اسم الكلمه، حتى من اسم الكلمه ايزومتريك ثابت الطول، يبقى الطول ثابت طول العضله ثابت. طب التنشن؟ لا التنشن بيزيد، جتش حاجه تقيله ما اتشالتش، فانا عمال ايه احاول واجرب وجائر وكده، فبيبقى ايه التنشن في العضله تقيل شويه او كبير شويه. الورك يا عم محمد ما حصلش، نو ورك از دون. طيب ده يا شباب كان بالنسبه لي درس العضلات او المصل، درس مشروح حرفيا بطريقه سهله جدا لحضرتك على استغفر الله يا علاء دولنا، استغفر الله، لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء، ما تبص كوعي ارجوك ارجوك، ولا كتفي يا علاء ولا ودني كتير، عشان خد بالك ما تقلش عليك، انا مش عايز افتح معاك في شروحات مش عندك في الكتاب، فبالتالي انت تتوه مني ونضيع من بعض. اتمنى يا شباب لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش طبعا تدعمنا بالشير وبالسبسكرايب للقناه علشان نوصل ونعمل اسره بقى كبيره على اليوتيوب. برضو لو انت بتتابع المحتوى او الكونتنت الطبي اللي احنا بننزله على اليوتيوب او كده، او انت عايز تتوسع في متابعته، هسيب لك الويب سايت بتاعتنا في الديسكربشن او في وصف الفيديو، ما تنساش تتابعنا عليها، ونشوف وشكم على الف خير ان شاء الله يا شباب، ومع السلامه يا شباب في الدنيا. سلام.